وصلنا الى طبيعه مشروع النهضه. نعم. كيف ترى مشروع النهضه؟ ما هو مشروع النهضه؟ نعم. هو كما ذكرت في ثنايا الحديث السابق، نحن الان في مرحله تحول تاريخي كبيره، وتعرضنا لعمليات نهب وهدم لكثير من مقومات البنيه الاساسيه للحياه الثقافيه والاجتماعيه والتعليميه والاقتصاديه والسياسيه. وبالتالي احنا الان نتكلم عن الخروج بمصر من ازمتها الحاليه، ثم الانطلاق في بناء نهضتها. تمام. لانه دايما في البدايه ممكن تشغل بعض الوقت باطفاق الحرائق الموجوده ومحاوله توفير الاحتياجات العاجله للحد الادنى لحياه كريمه للانسان المصري الذي يعاني معاناه شديده الان. انما ده ممكن يبقى عمل مؤقت، انما الاصل هو بناء نهضه حقيقيه. كويس. دي لها مجموعه من المقومات الاساسيه اقولها كعناوين سريعه. فضل. النقطه الاولى هي استكمال بناء نظام سياسي قوي وجيد ومستقر، يعتمد التداول السلمي للسلطه، يعتمد فكره بناء وجود مؤسسات قويه تدير الشأن المصري العام بشفافية ولصالح المواطن المصري، تعتمد سيادة القانون بشكل كبير واحترام حقوق المواطنة وحقوق الإنسان. هذا النظام السياسي اللي تم منه لغاية دلوقتي انه اسقط جزء من نظام مبارك، تمت انتخابات للبرلمان والمجلس الشورى، نحن الآن بين يدي وضع الدستور وانتخابات الرئاسة ثم تشكيل حكومة كمصريين بغض النظر عن مين اللي هيختار في الرئاسة أو بغض النظر عن شكل الدستور، إنما دي كلها قضايا أساسية لاستكمال بناء النظام السياسي. بناء النظام السياسي لن ينتهي في تاريخ 30/6 عندما يتم اختيار رئيس، وحتى لو وضع الدستور، وحتى لو تم اختيار حكومة جديدة، لأنه كما تعلم يا أستاذ جمال ويعلم السادة المشاهدين إن النظام السياسي دستور ومؤسسات وثقافات وقيم وقوانين. احنا عندنا جملة من التشريعات والقوانين سيئة السمعة كرس بها مبارك استبداده لفترات طويلة، عايز إعادة نظر وعايز ثورة تشريعية. عندنا ضعف في كتير من المؤسسات عايز إعادة تطوير وفهم بشكل كبير. وبالتالي عندما نتحدث عن استكمال بناء النظام السياسي فنحن ندرك أن هذا سيستغرق منا عدة سنوات، وأن المسألة ليست فقط قضية الانتخابات. إذا جزء من الناس في ثقافتهم التزوير فده مش هيتحل بقانون او باجراء. حضرتك قلت لي يمكن قبل ما نبدا الناس عايزه تاكل وتشرب. ما انا بقول دي النقطه الاولى حضرتك، دي النقطه الاولى، نقطه استكمال بناء النظام السياسي. يعني انا هنا بتكلم على الاولويه، هي الاولويه التانية. الاولويه هي الاستكمال النظام السياسي. هقول لي بقى، هقول لي النقطه الثانيه هي بناء جيد للمنظومه الامنيه. المنظومه الامنيه ده بالترتيب حضرتك حاططهم كده بالترتيب. هقول سر الترتيب. بناء المنظومه الامنيه ده يتطلب اعاده هيكله المنظومه الامنيه ككل في مصر، وزارة الداخلية وكافة الأجهزة التابعة ليها، وإيه اللي هيفضل تابع الداخلية وإيه اللي يروح مكانات تانية، تعالج علاج نقاط الضعف الأساسية في المنظومة الأمنية. ربما البعض يتصور إن المسألة أخطاء شرطة بس، لا، في أسباب حقيقية لضعف الأداء الأمن، منها ضعف العناية بأفراد هذه المنظومة الأمنية. صحيح كان في بعض قيادات الداخلية بياخدوا مرتبات ومزايا عالية، إنما جمهور الضباط وكل الجنود المجندين والمتطوعين المعاملة المالية بتاعتهم سيئة وضعيفة. لربما كان بيلجئ بعضهم لأنه يمد إيده وياخد رشوة، وكانت بتمثل برضه حافز سلبي أو دافع سلبي لعدم التفاني والعمل بشكل جيد. وبالتالي النهاردة لما بنتكلم على المنظومة الأمنية، بنتكلم على قانون الشرطة، بنتكلم على النظام الاقتصادي والمعالجة المالية والاجتماعية والثقافية لأفراد هذه المنظومة، بنتكلم على هيكلها، على الهيكل بتاعها، بنتكلم على عقيدة عملها، ما اقصدش هنا العقيدة الدينية، مفهوم، انما مسألة احترام حقوق يعني الانسان. يعني الشرطة في خدمة الشعب ولا الشرطة والشعب في خدمة القانون ولا ايه؟ وايضا مسألة الدعم الشعبي لهذه المنظومة، لان المنظومة عشان تبنيها تاخد وقت، فالنهاردة تدعمها شعبيا ازاي في الفترة الجاية؟ ليه انا قلت النظام السياسي وقلت المنظومة الابنية قبل ما اتكلم في الجانب الاقتصادي رغم انه الاهم بالنسبة للناس؟ لانها شروط للاستقرار والانطلاق والنهضة الاقتصادية. النهاردة ما اقدرش اقنع رجل اعمال مصري او مستثمر انه يبدأ في ضخ اموال، او مستثمر عربي او اجنبي، او ابدأ في بناء مشروعات من غير ما يبقى فيه انضباط امني او حد ادنى من الانضباط الامني، من غير ما ابعت رسالة ان في حد ادنى من الاستقرار السياسي. فهنا الترتيب ليس مقصودا به اهمية النظام السياسي او المنظومة الامنية اكثر من المنظومة الاقتصادية، ولكن لان وجودهم في البداية يعتبر شرط ضروري لاطلاق اي مشروع للنهضه الاقتصاديه. طب ما ينفعش المسائل كلها تمشي مع بعض؟ ما هو كله هيمشي مع بعضه بالتاكيد، بس انا لازم في الكلام اقوله مترتب يعني. نعم. مش هينفع
النقطة الثالثة هي إطلاق برنامج اقتصاد. البرنامج الاقتصادي ده له مراحل. المرحلة الأولى والأساسية فيه انك او العاجلة آسف ان السنة الأولى او السنتين عندك احتياجات عاجلة للمواطن المصري، عنده مشاكل النهاردة. قضية النهضة والتطوير مسألة عايزة سنوات طويلة هتبدأ تشتغل فيه. فاحنا من اللحظة الأولى لازم نشتغل في خطة عاجلة مدتها سنة او سنتين، خطة متوسطة 5 سنوات، خطة طويلة المدى 10 أو 20 سنة. وده اللي بيميزنا كحزب، ان انا الوقت لما بتكلم كمرشح لا اتكلم عن خيرت الشاطر كمرشح لرئاسة الجمهورية او شخص رئيس، اتكلم عن رؤية حزب وجماعة يدعو كل التيارات والقوى السياسية المختلفة لمناقشتها والتعديل فيها وتطويرها بحيث تبقى برنامج قومي لنا كلنا كمصريين بغض النظر عن مين بدأ التفكير فيها. لانه النهاردة الرئيس عنده 4 سنين، النهاردة انا ممكن لا ما بقاش رئيس جمهورية ويجي واحد تاني من الحزب او من غير الحزب، النهاردة انا موجود بكرة واحد تاني موجود تاني، وبالتالي نحن نتحدث عن رؤية لابد ان يكون وراءها مؤسسات مش مجرد شخص. وده اللي احنا بنركز عليه كاخوان او بنركز عليه كحزب حرية وعدالة بغض النظر عن شخص المرشح، مع احترامي لاي مرشح انا او غيري، انما الفكرة كلها نتحدث عن برنامج لابد ان تقف وراه احزاب او قوى او مجموعات او منظمات. القضية الاقتصادية محدش يتصور ان احنا في وضع سهل، احنا في وضع اقتصادي صعب جدا 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 جدا، وانا اقول ارقام سريعة جدا حتى يدرك المشاهد الكريم حجم التحدي اللي بنقابله كمصريين، وليس فقط الاخوان او حزب او رئيس، وانما كلنا كمصريين لازم نعرفه. الاقتصاد المصري في فترة مبارك 30 سنة تعرض لأكبر عملية إساءة إدارة أو تبديد أو نهب منظم، وأنا هكتفي فقط برقم قالته أشتون ممثلة الاتحاد الأوروبي لما كانت هنا من أسابيع قليلة، قالت إن كمية النهب اللي تمت تصل لـ5 تريليون دولار. 5 تريليون دولار، ممكن واحد 5 تريليون دولار يعني 30 تريليون جنيه مصري. الرقم ده عشان ناخد بالنا منه، حجم الناتج المحلي القومي المصري قرابة 200 مليار، يبقى الرقم ده 25 ضعف الناتج القومي الإجمالي السنوي في مصر، يعني خدوا قد إنتاج مصر القومي. ده كاترين أشتون اللي بتقول. نعم، 25 ضعف. لو قارناه بالموازنة العامة بتاعت البلد، ميزانية مصر دلوقتي 560 مليار جنيه مصري. لو رجعنا بالراجع سنة 81 لما مسك حسني مبارك كان 100 مليار وشوية. أنا شخصيا جمعت هذه الأرقام من 81 لمشي مبارك، لقيت ان الخمسة تريليون دولار دول يساوي 3 أضعاف اجمالي ميزانيات مصر في 30 سنة. ما هو لهذا قمة الثورة يا باشمهندس. وبالتالي معناه لكن ايه؟ لكن السؤال احنا هنعمل ايه بقى؟ دي نقطة مهمة جدا جدا نقف عندها. الرقم ده دلالته ايه؟ دلالته اننا لسنا دولة فقيرة، وانه الامكانيات موجودة عندنا، احنا بس تعرضنا لعملية سرقة او نهب منظم وسوء استغلال او سوء ادارة. وبالتالي لو وقفنا عمليات النهب المنظم والفساد ولو بنسبة 60-70%، هتقولي ليه بنسبة 60-70%؟ لانه في قضايا في الفساد ما تتحلش بالقانون والاجراء، في نسبة فساد متعارف عليها في الدنيا وكليا. انما النهاردة انا لما دورت في عملية النهب المنظم لقيت ان اكبر بنود تم النهب من خلالها كان تخصيص ونهب وبيع موارد مصر المتمثلة بالذات في الاراضي، الاسكان والسياحة والصناعة والزراعة، بأسعار زهيدة جدا 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 لأفراد بعينهم أو شركات بعينهم، ويعادوا طرحها في السوق كأرض أو كمشاريع سياحية أو صناعية أو استثمارية بقيمتها الحقيقية، فحصلوا فروخا كبيرة هي التي صنعت الخمسة تريليون دولار لـ200-300 أسرة في مصر. النهاردة لما توقف ده فيما تبقى من موارد مصر هيدي لك جزء من الموارد يساعدك في برنامج التنمية الاقتصادية الجديد في الفترة اللي جاية. وبالتالي البند الثاني اللي كان في النقطة دي يا باشمهندس، يعني ايضا هناك رقم اخر وهو حجم الاحتياطي في مصر قبل 25 يناير وحجم الاحتياطي الان، وحجم الاحتياطي طبعا تراجع بشكل كبير مما يدل على انه حصل حالة من حالات التدهور الاقتصادي، اضطررنا ان نلجأ الى هذا الاحتياطي حتى يعني ده طبيعي يا استاذ جمال، لانه لم تحدث اي معالجة لاخطاء الماضي في هذه السنة بعد الثورة. الحكومة كانت مشلولة بدرجة كبيرة، وده جزء من طبيعة أي حكومة انتقالية في مرحلة ما بعد الثورة،
بتحاول تلبي بعض الاحتياجات الفئوية. ما عندهاش رؤية استراتيجية، ما فيش خطة واضحة، وده اللي كان بيخلينا بنقول ان لابد بعد الانتخابات من وجود حكومة مستقرة تبدأ تتصدى لهذا الموقف حتى توقف نزيف الاحتياطي اللي موجود.